اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده سمك، وخليها سمك النهارده، وبنعيد الحلقه باذن الله تعالى يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره عشان حضراتكم بتحبوا تاكلوا اكله سمك يوم الجمعه. النهارده مع بعض السمك بتاعنا غير تقليدي، واحنا عارفين طبعا الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. ان شاء الله يوم السبت هيبقى طبعا معانا منيو كامل ومعانا مفاجآت كالعاده على شاشه القناه الاولى. النهارده حابب طبعا ان احنا نعمل اكله سمك حلوه كده. عندنا سمكه قاروص عايز اعملها بالشمر، مشويه لطيفه وحلوه، ويبقى الشمر هو مسيطر على الانسجه بتاعه السمكه. هنشوف هنخليها مع بعض ازاي ونشويها ونشيل الراس والزعانف نستفيد بيهم مع شويه شوربه، لان عندي شوربه جميله النهارده، شوربه بلح البحر. بلح البحر ده في السوق انواع، في جندفلي، في عرايس، في بلح البحر. انا جايب بلح بحر النهارده، شكله لطيف وحلو. ده انا بحب قطعه اللحمه اللي جوه دي، ممكن ندخله مع طبق مكرونه يبقى لطيف. انا هعملها شوربه النهارده مع الكرفس والكريمه اللباني، الاطفال هيحبوها. معانا كاليماريا النهارده هعملها سلطه، سلطه الكاليماري بزيت الزيتون مع فلفل الوان كده لطيفه وحلوه، والكاليماري ازاي تستوي وتخش على طبق السلطه. عدل الاكله دي يا عم الشيف شويه عصير حلوين، عصير الليمون بالنعناع، ممكن كوبايه شاي في الخمسينه، ولكن لازم يكون معايا طبق رز على السفره. الرز النهارده مش رز صياديه، رز بالشبت والطماطم، حاجه لطيفه جميله. واحنا عارفين الرز المصري لما بندعمه بشبت بطماطم ببصله حلوه بيبقى له طعم مميز جدا، وخاصه مع اكله سمك. تفاصيل كتير في الحلقه بتاعتي، معلومه غير معلومه، بما ان اكله السمك اكله اساسيه عندنا، ممكن ناكلها مره في الاسبوع في المناسبات، بنصرف عليها بس خلينا نستغل الفرصه ونعملها بتكنيك عالي وخبره طهويه. هنروح فاصل صغير او تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا خط سير الحلقه ازاي اشتريت من حلقه السمك شويه سمك حلوين زي دول، سمكايه، شويه كاليماري، شويه بلح البحر. لازم تعملوا سفره حلوه، لان هنقول السمك غالي، لا مش غالي ولا حاجه، جنب ان هو قيمته الغذائيه عاليه جدا في المناسبات، بيستر السفره بدل الديك الرومي، بدل فخده ضاني، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. معايا سمكه القاروص هعملها النهارده بالشمر، هي سليمه زي الفل. تعالوا نشوف ازاي هنتعامل معاها، ربنا كرمنا واصطدناها اشتريناها زي ما احنا عايزين. المقادير على الشاشه، سمكايه كبيره وزنها تقريبا 4 كيلو او 3 كيلو ونص، معانا شمر اللي هو الجميل الحلو ده كده، عامل زي كرات الافرنج حلو، بناخد الرز بتاعته ده كده اهو. معانا بصل، معانا ثوم، زيت زيتون، شويه بهارات وشمر ناعم كمان، ملح وفلفل وفلفله حلوه لطيفه زي الفل. ده البساطه. تعالوا نشوف هنشويها ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه باخد تشكيله الخضار اللي معايا دي كده، احطها في طاسه على النار. حلو الكلام. معانا البلح البحر ده حلو قوي على فكره، اعمله شوربه النهارده. حلو، احط شويه زيت زيتون في الحله دي كده. ودايما لما تخش مطبخ بتاعك وانت بتعمل لي اكله سمك، خليكي زي الشيف المغازي كده، جنبك شويه ميه بيغلوا على النار، معانا صوص طماطم، الحاجات الحلوه دي. نستاذن مخرجنا الجميل فاروق صباح الفل، ميه بتغلى على النار لازم تكون عندك، طماطم متسبكه، الاواني بتاعتك مغسوله وجاهزه ونظيفه علشان ما توقفيش في المطبخ كتير، ده مهم جدا على فكره. بناخد الكرات ده كده، هتقولي لي ده مش موجود عند الفكهاني، لا موجود، مش موجود، استخدمي بداله بصل اخضر. بس ده طعمه حلو قوي على فكره، وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وخاصه ان هو بيخلص الجسم من الكوليسترول الزايد والدهون، وبنشط الدوره الدمويه، الحاجات دي حلوه قوي على فكره. زيه زي الجنزبيل، زي البصل الاخضر، الحاجات دي كلها. ده كرفس، ده قصدي كرات اهو بالشكل ده كده. نقطع شويه دول كده مع بعض، حلو قوي. معانا كمان يا عم الشيف بصلايه حلوه، زيت الزيتون على النار جاهز. هنزل بالحاجات دي كلها مع شويه ثوم زي الفل، اللهم صل على النبي. حلو قوي، ده هنحشي بيه السمكه على فكره. هناخد الفلفل الالوان ده بسكتنا، نشيله كده اهو، بقيت ريميش ده زي ما هو كده اهو، قطع كده برضو بينزل معاهم. حلو، الحاجات دي مهمه جدا اهو زي الفل. شويه ثوم حلوين، فين الثوم يا عم الشيف اهو،
بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ معانا كرفس، نحط شويه كرفس حلوين، ممكن تحط مكعب زبده حلو كده يديها طعم، نحط شويه شبت حلوين، شويه شمر، شمر ناعم الحلو ده مفيد جدا ومهم جدا في السي فود، فلفله حلوه. دي الخلطه اللي انا هحشي بيها السمكه بتاعتي. بتسويها ليه يا عم الشيف؟ الطبيعي لازم اسويها لان نسبه التسويه للخلطه دي او للكرات والشمر اكبر بكتير من تسويه الفيليه. نقلبهم مع بعض. انا عايزك لما تشتري شويه سمك من حلقه السمك او من السوق يعني تتفنني في عمايلهم، لان السمك ما بياخدش وقت كبير في المطبخ، ما بياخدش مجهود كبير، ممكن مجهود كبير في تنظيفه، هتنضفيه وتجيبيه جاهز مفيش مشكله، ولكن مهم جدا انك تهتمي في انك تتفنني تعمليها ازاي بطريقه جديده غير الجو اللي احنا عارفينه، الرده والسنجاري. معايا ميه بتغلي على النار زي الفل، باخد بتاع نص كوبايه ميه كده اهي. العب يا سمك. حلوه، واسيبهم على النار. نخش على السمكه الحلوه بتاعتي، نشوف هنتعامل معاها ازاي. سكينتنا حاميه زي الفل، اللهم صل على النبي. سمكايه، باخد الراس بتاعتنا دي كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، واحطها هنا في الشوربه دي كده. شوف انا شغال ازاي. انا عايز شويه شوربه حلوين. الشوربه اللي انا بحطها هنا هستفيد بيها بحاجات كتيره. ايه هي يا عم الشيف؟ هعمل شوربه الجندفل اللي معايا او بلح البحر، وهعمل الرز بتاعي. شفت الحاجات دي مش لهاش عوزه يعني. في قلب الشوربه او في قلب الميه. حلوه. وناخد الديل ده كمان، خلي بالك السمكه بتحتاج شويه مجهود زي الفل. تمام، بقى السمكه هنا عندي زي الفل اهيت بالشكل ده كده. هخليها زي ما حضراتكم، بس خلوني طبعا ازود اللي هو الايه الشوربه كده. معانا عود شبت حلوين، عايز شويه شوربه حلوين انا على فكره. للرز، شوربه البلح البحر اللي هعملها دلوقتي، عود كرفس في قلب الميه كده. واسيبهم يغلوا على النار. حلو، نجي للسمكه بتاعتنا الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. اول حاجه نعملها كده، واخد الفيليه ده كده. طبعا بتشيل الصدف دي اول حاجه، اللي هو القشره بتاعتنا. اللهم صل على النبي. مش عايز فيها شوك خالص ولا عايز فيها عظم. سكينتك تكون حاميه، السمكه لما تيجي تاخد الفيليه منها لازم تكون السكينه بتاعتك حاميه. ليه يا عم الشيف؟ عشان الانسجه بتاعت السمك ما بتستحملش. اللهم صل على النبي. دي واحده. ناخد التانية ازاي؟ نفس الطريقة. شيل دي من هنا كده معلش. بس انا نصيحة مني، لما تجيبي سمكة زي ديت استعملها وتعملي انت معاها في البيت، مش لازم توديها لحالة السمك يعملوها لك. ليه يا شيف؟ انت ضامنة النظافة، سكينتك نظيفة وزي الفل، البلانشة نظيفة، ولكن لو انت مش قادره تعمليها خلي الراجل بتاع السمك ينضفها لك او بتاع الحلقه، مفيش اي مشكله. انا باخد الشريحه دي كده، وعلى فكره لو عدد افراد الاسره قليل يعني ممكن نستخدم واحده ونشيل النص التاني في التلاجه ليوم تاني، مفيش مشكله، نعزم حد من حبايبنا ونتعامل معاها عادي. ممكن نعملها كفته، ممكن نعملها مشويه. اللهم صل على النبي. هنا كمان. طب العظم ده يا شيف زي ما هو كده اهو، بكسره، ده مهم جدا، وفي قلب الميه زي ما هي كده اهي اهي. بس خلصنا من السمكه. شوية الشوربه دول بقى عندي الامانه يعني احلى من السمكه. شوية الشوربه دول اهم من السمكه. شوية الشوربه دول هطلع بهم حاجات كتير قوي، اعمل شوربه سي فود ماشي، اعمل دلوقتي الرز اللي هعمله واقدمه مع اكله السمك ماشي، اعمل شوربه الجندفلي ماشي، او بلح البحر ماشي. شايفين الخير ده؟
الدهون بقى بتاعت السمكه والشرب لونها ابيض ازاي وحلوه، ايه الجمال والحلاوه دي. دي عايزه شويه كابوريا وشويه جمبري وشويه فيليه ونعمل احلى شوربه سي فود من الخلطه دي. طيب ما اشتغلناش، نخليها تغلى على النار ونصفيها ونشيل الميه دي في الثلاجه. طب مش هنشتغل سمك الاسبوع ده معزومين ومقضيناها عزومات، ناخد الميه دي نحطها في اكياس بلاستيكيه ونخزنها في الفريزر بدل ما تشتري الحاجات اللي بتدي طعم ملهاش اي عوزه ولا اي لازمه. الحاجات دي مهمه جدا اللي بقولها من خلال الحلقه بتاعتي. حلو الكلام. سيبها على النار تغلى. يتعامل مع السمكه ايه الاخبار؟ لسه ما خلصتش، خدها زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. هعمل ايه بقى؟ خلطه لطيفه كده حلوه مش شمر. ده شمر، واجيب بوله صغيره كده. ده شمر ناعم، بحط عليه شويه كمون، سوري شويه ثوم، معلقه مستردة صغيره، حلو قوي، الملح والفلفل بتاعنا عشان هاخد الخلطه الحلوه دي كده امشيها على لحم السمكه علشان لو في زفاره في اي مشكله قبل ما ادخل عليها الخلطه اللي انا حاططها في قلب الطاسه بتستوي. واقلب الخليط ده كده اهو. شمر، ما حطيتش كمون، ما حطيتش كزبره، خلي بالك الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره. واخد كده ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف. هنا الانسجه بتاعت السمكه شربانه من الخلطه دي، اساسي فيها الشمر الناعم. وعامل كشنه الخلطه اللي احنا بنسويها على النار اهيت، مخرجنا الجميله هيجيبها لنا، اللي هي في قلب الحله، عباره عن فلفل الوان، عباره عن بصل، عباره عن شمر، زي الفل. زي ما هي كده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي، زي ما هي كده واحطها هنا كده. زي ما هي كده احطها هنا كده. حله صغيره معلش. واحط عليها شويه زيت زيتون وادخلها الفرن. كده اللي عنده سمكه كبيره بالوزن اللي كنا شايفينه مع بعض من شويه اهو. اللهم صل على النبي. هنسيب السمكه وناكل الخلطه اللي تحت منها بعد ما ندخلها الفرن لمده تقريبا 20 دقيقه. درجه حراره الفرن كام يا مغازي؟ 180 درجة فرن عالية بالشكل ده كده زي الفل. هاخدها وادخلها الفرن. معانا التفاصيل؟ معانا التفاصيل اهي زي ما هي كده اهي. معانا اتصال مين؟ اهي اهي اهي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. فين السمكة؟ اهي. سمكة عايزة تقريبا من الطايم من 20 ل 25 دقيقة هتطلع سمكة. نسيب السمكة وناكل الخلطة اللي نازلة بالجوسي والصلصة. بصيت على السمكة بتاعتي، احتاجت شوية شوربة من الشوربة اللي موجودة على النار. خدت بكوبايه الشاي كده نص كوبايه وحطيتها في ارضيه الصينيه علشان تبدا ان هي تديني بخار والسمكه تستوي. نبص عليها مخرجنا الجميل الله يوفقك. السمكه ايه الجمال والحلاوه دي. سمكه عايمه مع الشمر الاخضر والشمر المطحون الناعم، مكعب زبده. طبعا الانسجه بتاعت السمكه واخده نفس الطعم في قلب الفرن. ونجهز طبق التقديم للسمكه بتاعتي اللي هطلعها من الفرن دلوقتي. نبص عليها. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ دي مكانك، تبقى في قمه السفره هنا. اللهم صل على النبي يا ويلي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ سمكه دي كان طبعا شكلها الاول يخوف، يمكن الراس بتاعتها بالنغشيش بتاعتها استوت. هنشوفها دلوقتي. ناخد فص كده، بص عليه كده، بص بص كده، تفاصيل تفاصيل فرسان التلفزيون المصري اهو. ما ينفعش طبعا اكل على الهواء. مستويه وزي الفل. هغرفها لحضراتكم دلوقتي حالا. ادي السرفيس بتاعي الحلو ده كده، برضو لازم تهتم بالشكل، يكون عندك سرفيس حلوه كده. ونغرف السمكه بتاعتنا على الكاليماري متستوي اهو. اللهم صل على النبي. حط هنا كده، شوف الخضره بتاعتنا الحلوه.
الجنينه الخضراء دي اللي انا كنت مقطعها من الاول خالص. بعض يعني لو عايزه بقى تجودي برضو عندك شويه جمبري لحم حطيهم. انا بحب الحاجات دي على فكره. البيون والشوربه اللي نازله دي مهمه جدا على فكره. دي من شوربه السمك وشوربه الخضرة اللي انا مقطعها. ناخد تاني معلش نغرف دي كده. اللهم صل على النبي. يا نعم. كل الاكلات اللي بتحلموا بيها لا تفكري ولا تحتاري، معاك الشيف المغازي هتختاري. ايه الجمال ده يا شيف؟ نعم يا فندم. ما اقولكش. ممكن بقى نعمل معاها ايه بقى يا شيف؟ السمكه دي تحب تاكل معاها ايه؟ سؤال لطيف قوي للأمانة يعني. شوية سباكيتي حلوين كده بالسي فود. العب يا سمك. والشوربة بتاعت السي فود من شوربة السمكة، والسباكيتي تتعمل من شوربة السمكة اللي أنا حطيتها على النار. فاكرين؟ خلاص فاكرين. أبطل أقول فاكرين؟ أيوه، لأن عاجبني الموضوع بجد. السمكة كده مش محتاجة أي حاجة. السفرة ناقصها حاجة يا فاروق؟ بالله عليك. ناقصها إيه؟ صورة حلوة. بجد مش ناقصها اي حاجه. هما شويه الرز، عدل السفره موجودين، الشوربه بتاعتنا موجوده، طبق السلطه كمان موجود. ايا كانت السفره بتاعتك لازم يكون متواجد عليها طبق السلطه الخضراء بتاعتنا، عشان السلطه هي عنوان السفره وهي اللي بتجمل السفره وهي اللي بتكمل السفره. وما تنسوش طبعا كمان سلطه الكاليماري الحلوه دي اللطيفه الحلوه، خاصه للي عامل هيلسي واللي عايز يعمل دايت وملوش في الزبده اللي في الرز ولا اللي في السمك. مطبخنا النهارده اكله سمك، ولما بنقول اكل السمك بيبقى لها فكر تاني ولها رؤيه تاني وبتتعمل بابداع، عشان بنعيد الحلقه يوم الجمعه، ده اللي تعودتوه دايما من الشيف المغازي على القناه الاولى. ولكن ان شاء الله باذن الله تعالى انتظروا مننا المفاجآت في الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير، رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.